السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم أحكام التجويد اللي في سورة الناس، ونتعلم إزاي نقرأ سورة الناس بأحكام التجويد برواية حفص عن عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم حاجة في البسملة إن أنا أكسر الحروف المكسورة كويس، أقول بسمي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ، الهمزة هنا مرققة وما أقولش عليها آه، ما أقولش قل أعوذ آه، لا كل آه، كل أعوذ. حرف الذال من الحروف اللثوية اللي بخرج فيها طرف اللسان، هو وحرف الثاء وحرف الظاء، التلات حروف دول حروف لثوية بخرج فيهم طرف اللسان. بقول كل أعوذ ذو بربي، هنا أكسر الباء كويس، ما أقولش برب الناس، لا أقول بربي برب الناس، ومن الباء المكسورة على طول للنون المشددة عشان الحروف اللي ما بينهم دي ساقطة. الحرف المشدد النون أو الميم أول ما ألاقيهم في القرآن مشددين يبقى فيهم غنة بمقدار حركتين. أقول برب الناس ملك الناس، نفس الكلام ملكي، ما اقولش ملك الناس، اقول ملكي ملك الناس، اله الناس، الهمزة هنا مكسورة فاكسرها كويس، ما اقولش اله ايه، لا اي الهي، وفي هنا الف صغيرة كده على اللام، دي اسمها الف خنجرية بمدها حركتين، اله الناس، ومنساش الغنة بتاعت النون المشددة. من شر، هنا حكمها هنا إخفاء، أقول من شر وما أقولش شاه، أقول شاه، ومن من شر الوسواس، الوسواس الخناس، حرف الخاء مفخم وبرضو عندي النون مشددة فغن مقدار حركتين. من شر الوسواس الخناس الذي، الذي هنا حرف الذال من الحروف اللثوية زي ما قلنا، ووراها مد طبيعي في حرف الياء، أقول الذي، وبعد الياء في ياء تانية يوسوس، يو الذي يوسوس في صدوري، ما اقولش صدو ضو والدال اخليها دال ما اخليهاش ضاد، في صدور الناس، من ال، من النون المفتوحة على طول لحرف اللام لان دي لام قمرية هقولها، اقول من ال، من الجن، جن اكسر الجيم، من الجنة، وبرضو هنا في نون مشددة بغن بمقدار حركتين، من الجنة والناس. طيب نقرأ السورة كلها بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.